أهلا وسهلا بكم على قناة الكبير ون، وأولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي، وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا أولاد اسم البرنامج إيه؟ جوستي. ما سمعكم شيء، اسمه إيه يا أولاد؟ جوستي. براو عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي. حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهلة قوي، حد عرفها؟ ها جاموستي. ماشي، في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها اقول انا يا ابله هذي، اقول انا، اقول هني. قول يا حج عبد المجيد. وابو رجاز. جاز لما يحرقك. تبدا المعركة دلوقتي، عم بنسبلها ومسكوا في بعض. دياب البوني اللوكمي، دياب اللوكمي جبت دياب الشلوك، سوفليكس رائع مع تثبيت القدمين التنين. اوبا 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 اوبا. انا بجد مش قادر افهم يا توماس، ليه الناس كلها منجذبه للقناه الكبير؟ ليه؟ انا مش مصدق، احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر، احنا بنقع. عارف احنا بنقع. عارف بجد احنا بنقع. عارف عارف. خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم، الناس سايبين الام بي اي، تخيل سايبين الام بي اي وبيتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني، جوني سوري سوري، انت بتتفرج عليها؟ سوري سوري، اصل كانت بتضربها قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قولي هنعمل ايه. توماس توماس، يعني انت عملت اللي عليك خلاص، اوكي في حدود امكانياتك. انت بجد يعني شابو، عملت اللي عليك، بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف، تعالى كده بس. او ماي جاد، جامده ام احمر. ها ما شفتش حاجه؟ ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. او ماي جاد. وايلد كاتس. ايه يا عم الهكس ده؟ يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير، ما انت جاي انت واخواتك الاثناشر في بطن واحده. اقلب ياد يا زوير، اقلب ورينا قناه الكبير جايب ايه. اعزائي المشاهدين، دلوك معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحب اشكر المعزه بسين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسه اللي جابوها لها اهلها من وهي طفله وقضت معاها احلى سنين عمرها. واحب اقول لها معلاش، ما تزعليش، الجاموسه تروح وتاجي، انما جوزك ما يتعوضش ابدا. جوزك ده بميت جاموسه. واخيرا احب اشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج. اعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحج ابو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ديكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج منويشي، والمخرج الكبير
الكبير. ومع تحياتي هدية مرة الكبير. ستوب! طلعتي موهوبة يا بقرة. أنا جنجفت طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة، وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس، فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش أي أمل. برافو برافو، خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. اوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step بس، لسه تقيل جاي. اتفرج، أنا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن ووندرلاند. أوه أمال إيه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك أنا كنت قاصد إن أفاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس إن في حاجة مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس إن ووندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس. 3D يا معلم، 3D. ولسه الأتقل. إيه؟ التوك شو. توك شو؟ لو يعمل حاجة تخلي دكتور فيل وأوبرا ينفسنوا مني بجد. بس يعني التوك شو ده هياكل هنا في المزاريطة؟ اللات يا معلم، اللات. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه انجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهرة اليوم، البيت بيتك 90 دقيقة. كل ده ايه، برامج طبخ؟ لا، توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقة ده نعمل حاجة زيه ونسميها 60 دقيقة. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصية؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشرة من بره وبس؟ فقاعة، مجرد فقاعة؟ الناس تقعد تتعب عشان تعمل 90 دقيقة وانت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسة مساء، يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسة مساء، السابعة مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت، بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسة انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه رأي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا كبير. جديدة الان جدية كبير. شوف هد لي التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة ابو عوف. يلا امر جناء. دكتور ليه؟ الف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة ابو عوف اللي هيطلع مع عمرو اديب في البرنامج. كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش؟ النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطة تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو، احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريطي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاجة حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا. وده ليه؟ لان ابنه هو الوحيد في المزاريطه اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزه اكبر، اتخرج منه. الحادثه دي اثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاجة حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزايك يا حاجة حامد؟ أهلا مستر جو. جوني جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. إزاي إديته بوش عشان يبقى حاجة؟ عادي يعني،
لا لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يلا غور شوف لك حته تذاكر فيه بعد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل. يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس لو سمحت، ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو بقى عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. ثانيه انت بتديني اداء تاني؟ تاني؟ ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، عامل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي ست اعتماد، اتفضلي. ست اعتماد ايوه اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا امشي يلا. وجه معاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ أها يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله، لولا الولية حماتي الله يحرقها، ولية عقربة دماغها معاش شحنوشها من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت مش صدمة. بعد ما جوزي مات بيومين، الواد الوسطاني سخن جامد جو جو، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني، اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. او ماي جاد، ترش ايه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل، بس الحمد لله يا ولد يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله محروق الباقي. اني واي لو في اي حد عايز يساعد الست دي وانا شك يتنيل، اتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. الناس موهومة طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة.
فانت كدابه ومنافسن مني. يا عم منافسن انت كمان، الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطه اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سرق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطه اليوم. اسمع يا ولية، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصه بتاعتك دي بتجزم على نفوخك. مو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلى على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالك كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلاتو. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، هذا البتاعه دي هتقشعرني يا اللي مصبرني على البتاعه دي انك بتاع تامر امين. انت تدنيت ياد؟ تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وارجع عيالكم تاني من الفصل الاخير من برنامجكم المحبوب المزاريطه اليوم. في الاول احب اقول كلمه لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهارده نستقبلوا ايميلاتكم، الكمبيوتر هند، وبرضك ما نقدروش نستقبلوا الاس ام اس، الشبكه واقعه. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. الوقت يا كبير. لا ايوه ايوه. منور الدنيا كلها ست فاطمه. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعية وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقه عامله دويتو عالمي مع الفنانه العالميه شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحيه حيعجبني حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعده مع ايه. ما تصلى على النبي يا جماعه. عليه السلام. ما فيش حاجه. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش اي حاجه. خلاص قول انت، انت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمه، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز أقول لك إن فعلا حضرتك أثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني أنا 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 يذكرني موقف، أنا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تأثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. أنا زعلان. لا ريلي ريلي زعلان، انا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محليه. ايه يعني؟ مش قصدي مسكره يا غبي، قصدي لوكال لوكال. اوكي. يعني سايبيني انا بستايلي ده كله. بص شايف النقشه؟ انت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمه فيست. يعني اعمل ايه؟ اقفل القناه ولا اقلبها قناه مريبه واسميها اشترايك وتقف انت تتميز وتقول زمانها ماما جايه رتبها تاخد جايزه؟ اعمل ايه؟ بص يا جوني، هو ما فيش غير حل واحد، انا ما كنتش عايز الجا له بس واضح ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. يا معلم لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس. ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام. مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامدة يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عاملة كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شوية سعر. أتهاود ليه؟ ليه أتهاود؟ أجمد حد في الميدل إيست إن شاء الله قريب، ليه أتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر أرد على حد خلاص. ده هدرس. قول له أي حاجة، قول له اتقلب بيه البتاع ومات. ألو؟ أيوه هدرس. لا 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 أنا جوني، أنا توماس. لا جوني جسكي وقع بيه في الترعة ومات.
اقول لك بلاش ده حمار ممكن يقلدني وينتحر، قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه يا نهار اسود ايه؟ طب 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 خلاص انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد بإعادة افتتاح قناة الكبير ون. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجة، هو الاسانسير بس مفيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكرة انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك. ما تصعبش. ايه قال لك ايه؟ عمل معايا نفس حركة الاسانسير الواطية. حلقلي. هاي واتس اب اشلي؟ ميس يو بيب. عامله ايه؟ سيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور. ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راحت تجيب هدايا. طيب اهلا. البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ ده مديم دي محشيه. لا 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 دي مديم عاديه محشيه قطن. شور شور. هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن. تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد ده عيب خلقي؟ لا ده حير. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدعتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه. عاوز قلدني قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي في يوم الدين. هاترس ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص كلام رخيص قوي يا هاترس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. طب كل سمحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معك حق. الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم لا قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بيده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس. What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على ذوقك. طب أنت ستايلك إيه؟ إسهال. إيه القرف ده؟ بقول لك ستايلك إيه مش عندك إيه؟ إسهال إسهال جنابك، يعني لو لقى عندك دوس فلافيل أي حاجة تانية هي مش دي أجزخانة برضك؟ أجزخانة إزاي؟ الأجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج أوفر وبيرجع في حوض أو في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها أجزخانة إزاي؟ ومن المكان ده إيه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب كل سنة وأنت طيب. جفت إيه وبتاع إيه؟ وبعدين إحنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني آدم أنت 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هديه دبدوب ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على العلب بشويه فاكهه ولا ادخل على وليه بكيلو لحمه تدخل لها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله،
اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص، لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفه، بس احنا محتاجين نكثف الدعايه بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطة في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسألني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تقليعة من تقاليع الأمريكان وبنونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوها. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه. استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتتيها دي. دلوقتي انا عاوزة اسألك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطية صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. شش. وطي حسك ولاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هدية. طب انا فهمت كده من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الرجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي. لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهدية مثلا. ده انت حتى اسمك هدية. هو لازم الموضوع الهدية ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس. فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقة من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة تحتاني. امر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. فزاع مالك يا واد مبومك ده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجه للمنجه. منجتي؟ انت مش جايلي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا باخده، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجة، قال احنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزي لي العشاء. امرك يا كبير امرك. واه انت طرشتي ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزة اقول لك حاجة كده. ايه؟ بص لي في عينيا يا كبير. خبر ايه ولي؟ بص لي زين. اها انت مين مغمطيه سيدي؟
أنا بحبك قوي يا كبير، بحبك من كل معاميعي وما قدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفة اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الخيرين حضرين الوكل يا ولي. ها اللي حصل؟ ضربني بالبلغة. ايه ده ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجة غلط يا هدية. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجة غلط، انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدير الاول وبعدين شوحني بالبلغة. اوكي انا فهمت النوع ده من الرجالة، النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى اخليكي تعملي له ليلة فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. معلمك عادي يا معلمك عادي. هتفضحنا يا جسمي. انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترقص كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوى يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده قرفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامع يا جد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم. اجعيدي جسمه جسمه جسمه. السلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك ايه يا ست شلي، عاوزه اجيب هديه. دي للجيرل فريند بتاعتك صاحبتك يعني؟ لا يا لسه ما بقيتش الجيرل فريند، انما انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت برافو عليك يا فزده، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجه؟ لا اختاريه وانت سيده الاختيار الاولى. نجي لنا انت حاجه وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عامله زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجه تانية؟ ما خبرش اصلا انا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني، انما هي عامله زيك كده. طيب انا هحاول اظبط لك حاجه على ذوقي، تحب نلفها؟ لا تلفي ايه، هقول لك دي كيف النسمه، ما تشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي الفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. السلام عليكم. احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا عشان رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هديه وانت بتقولي له ان very romantic way happy valentine sorry baby كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي، ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه؟ اللي قولي لي يا اشلي، تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟ الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا، بس انت كده ما تبقيش مقفله. فتحي فتحي. life is beautiful girl. اوكي ماشي perfect let's go. صحيح ما تحطلوش الاكل كل مره واحده لان ينام مني. واحده واحده المهم يعجب فايده بس. ما تقلقيش good luck you too.
اوه ايه يا لا ده انا بس نسيت الموبايل بتاعي. بخ انت فزان بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ لا 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 كل عام وانت طيبه يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحه كده يا ست شلي انتش غريبه. انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في السماء وانا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. Are you okay؟ انت سخن ولا حاجه؟ لا يا ست الناس دي صورتك اتفحرت في قلبي ما عاد فارقش خيالي. دايما صورتك قدامي وانا باكل وانا بشرب وانا بزرع وانا بقلع وانا بلعب التليفون. صورتك دايما قدامي يا ست الناس. انا استشلي. انت ايه انجز؟ انا بحبك استشلي بحبك. او ماي جاد فزاع انت فاجئتني. ده اليوم اللي كنت بحلم انه ما يجيش. بص يا فزاع انا مش عايز اجرح مشاعرك بس I got a boyfriend in America. What؟ انا مرتبطة. مرتبطة كيف يعني؟ متجوزة؟ لا مش متزوجة يعني بس يعني انا بحب واحد في امريكا. بص ده لوكس. ده لوكس؟ من غير خلقات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمي كيف بريء وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي كان إخلاصي هو خطيتي كان إحساسي إنك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا كان إحساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبيتني كنت تضحي كنت ما تجرحنيش في عواطفي كنت ما رحمتني لحظة ضعفي كنت وقفت معايا بصفي وأنا بلها. ويا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين. كنت عم تحلم ولا ايه؟ ايه كبير بنهار. تنهار؟ تنهار؟ فين ستك هدية؟ يا كبير اخفي جوا اخفي جوا وانت اخفى من وجهي يا كئيب. وابقى عني دي حكاية. ايه يا ولي يا مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجالة معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الوجه فزاع كان هنا دلوقتي؟ ما هو غرفة داهية يا كبير. نفض له عادة وركز معاي. أنا محضرة لك مفاجأة. باه طب إيه أقول لك عادة إن أنا كمان محضر لك مفاجأة؟ طب قول أنت الأول. لا قول أنت الأول. تعدمني اللي أنت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولية لأسفخ الكف أفلقك نصين. طب تعال نخش الأوضة. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة بس غمض عينيك الأول. حريقة ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باص. خلاص يا هدية ما تبكيش بس يا بنت. قولي خلاص عاد خلاص اهدى. ماشي بنتي هدية ما عاوزاش تعرف المفاجأة بتاعتي. ايه قلت لك لعبة البوكس الجديدة. انا مش مصدقة يا كبير. دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك انت. ربنا يخليك لي يا كبير. الهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله انا ما جهزتش بس عشان خاطرك انت والله. ايه يا كبير انت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. وانا اقول لك بس ديري وشك الناحيه الثانيه عشان بستحي. ماشي
هتضرب؟ لا. بحبك يا بقرة.